السلام عليكم. اليوم إن شاء الله رح تكون محاضرتنا الأخيرة في هذا الفصل. كل عام وأنتم بخير. طبعا محاضرتنا اليوم هي محاضرة خلينا نحكي نوعا ما سريعة وقصيرة، لأنه أغلب خلينا نحكي الموضوعات اللي رح نطبقها اللي هون هي أسئلة أو موضوعات طبقناها في المحاضرة الماضية، فرح نكتفي في محاضرة اليوم فقط بالتعريف الأساسية، ويبقى عليك أنت كطالب نرجع للأمثلة اللي موجودة في الكتاب ونطبق عليها. طبعاً اليوم رح نتعرف على موضوع الهايبربوليك فونكشن أو الاقترانات المثلثية الزائدية أو الاقترانات الزائدية في بعض الأمثلة. الهايبربوليك فونكشن اللي هنا عبارة عن السنش، الكوش، التانش وهكذا. طبعاً هم كاقترانات كثير شبيهة بالاقتران، يعني كعلاقات عامة في كثير شبه بينها وبين الاقترانات المثلثية العادية، لكن الفرق إنه في الاقترانات الهايبربوليك فونكشن إحنا السنش أو الكوش وغيره يمكن تعريفه باستخدام علاقة مغلقة، يعني في عندي تعريف للسنش يساوي كذا وكذا وكذا، وهذا اللي يختلف عن موضوع الاقترانات المثلثية، بحيث إني أنا ما بقدر أعرفها باستخدام علاقة مغلقة. طبعا الاقترانات نفس الشيء، عندنا 6 اقترانات مثلثيه، فهون نفس الشيء عندنا 6 اقترانات. في عندنا الهايبربوليك فانكشن او هايبربوليك ساين اللي هو يسمى بالسنش اكس، والسنش اكس يعرف باستخدام الاكسبوننشال فانكشن، بحيث انه سنش اكس هو عباره عن اي قوه اكس ناقص اي قوه ناقص الاكس على 2. كوش اكس هو عباره عن اي قوه اكس زائد اي قوة ناقص الاكس على 2. تانش نفس الشيء، اللي هو يحافظ على نفس علاقته في الاقترانات المثلثة، فهو السنش على الكوش. الكوتانش نفس الشيء، السنش او السيكنت والكوسيكنت، طبعا نفس العلاقات. طبعا نفس الشيء بالنسبة لرسم رسمات هذه الاقترانات، زي ما احنا شايفين عندنا هون، هاي هي رسمات الاقترانات. لاحظوا انه الكوساي او الكوش نفس الشيء راح يكون ايفن، السنش راح يكون اود، وهكذا. طبعا بالنسبه للدومين والرينج نفس الشيء، هاي المعرفين عندنا. طبعا نقدر احنا نحسب الدومين والرينج زي ما تعرفنا في المحاضرات الماضيه بناء على العلاقات اللي موجوده معنا هون. في الحاله الاولى والثانيه الدومين هو كل القيم ار، بالحالات الباقية عندنا هي خلينا نحكي اللي نستثني فيها أصفار المقام، فنشوف إيش اللي يصفر المقام وراح نستغني، فبناء عليه راح يكون عندنا بهذا الشكل. طبعا هاي العلاقات أنتوا تقدروا تحفظوها والآن تطبقوا زيها زي أي اقتران آخر شرحنا عنه في المحاضرات الماضية. من بعض الايدنتيتيز أو المتطابقات المهمة موجودة عندنا هون، هاي بخصوص الاقترانات، ونفس الشيء تلاحظوا انه في شبه كثير بيناتهم، فمشان هيك ريت نميز اثناء حفظ المطابقات. بالنسبه للمشتقات كذلك الامر، السنش كوش، الكوش سنش، وهكذا لباقي الاقترانات. يعني الفكره من محاضره اليوم اني لخصت لكم القواعد. انت الان يعني سواء اجاك سؤال كوش او بده مشتقه لكوش او بده متكامل في اقتران كوشان، نفس يعني نفس الشيء اللي تعرفنا عليه ونفس التطبيقات، القواعد موجودة عندكم فقط انكم تحفظوها. الآن بالنسبة للإنفرس لهذه الاقترانات موجود معنا هون، ونقدر نوجد هذا الإنفرس بنفس الطرق اللي تعلمناها في المحاضرات الماضية. طبعا معطيتكم أنا كمان رسمات الإنفرس فانكشنز، رجعنا أعطيناكم الدومين والرينج للإنفرس فانكشن، وهي جدا سهل إحنا نعرفها. نفس الشيء هنا ننتبه انه احنا نختار فترة او نختار جزء يكون الاقتران، مثلا السنش يكون في 1 to 1، الكوشاي نفس الشيء زي ما عملنا في الاقترانات المثلثية العادية. هون اعطيتكم المشتقات الها، وهون ايضا صيغ التكامل لها. طبعا الهدف اني انبهكم انه الان ما في معلومة جديدة ممكن نحكيها عن هاي الاقترانات غير انها تطبق عليها مثل ما تطبق على اي اقتران ثاني، مثل الان كيف نستخدم الاكسبوننشال واللوغاريتم في الاقتران في التكاملات والاشتقاق، نفس الشيء راح نتعامل مع هذولا.
احثكم انا انكم تستخدموا هاي خلينا نحكي هاي المتطابقات وهاي الاقترانات والقواعد اللي موجوده هون، تحفظوها وتحلوا عليها اسئله من اللي موجوده معكم في الكتاب وفي اسئله السنوات السابقه. طبعا محاضرتنا زي ما حكيت راح تكون نوعا ما سريعه لانه هي فقط ذكر او خلينا نحكي اعطاء ملاحظات يعني جدا عامه ومختصره عن موضوع الهايبربوليك فانكشن. طبعا راح تاخذوا اكثر عليهم وتفاصيل اكثر في الكالكولس 2 ان شاء الله. الله يعطيكم العافيه وان شاء الله يكون الفصل ممتع وسهل علينا جميعا، واتمنى انه تكون الماده واضحه وما يعني ان شاء الله ما نكون قصرنا معكم. الله يعطيكم العافيه وبالتوفيق ان شاء الله.